عمدت امريكا، من جهة الاخرى الصراع متزعمته الاتحاد السوفيتي او متزعمه الاتحاد السوفيتي. فلهذا الواحد ما يتعجبش لما يسمع كلمات مثلا بعض صريحات كما صريحات نتاع سينغور. احنا علاش جاوبنا سينغور؟ انا سمعت بعد ما جاوبنا بورقيبة وجاوبنا سينغور، ربما بعض الجزائريين يعرفوا يعملوا سياسة خير منا، وربما قالوا سيدي علاش احنا نحارب الناس كل، يعني الجزائري ولا يخاف ولا يقول علاش نحارب الناس كل، وشكون اللي حاربنا الناس هذو؟ احنا جاوبنا بورقيبة. بورقيبة يتكلم عن الاسباس ساريان، قال لك وتكلمت مع عدة مرات على حكاية الاسباس ساريان. انا ولا من نوجه قلت واحد يحط كراعو على حدود بلادنا ولا في حدود بلادنا، قال كرعيك نجسين، يعني اغسل ما تكلمش على بحكم اننا لا نريد ان نتدخل في شؤون الغير وان نترك هذه القضية للشعب المغربي هو يتصرف في النهاية. قلنا لا، ما ندخلش في النهاية. وكان حقا ملك المغرب في حالة يرثى لها في ذلك الوقت، وهذه معليش نسجلها للتاريخ لامتياز المراحل الحاسمة لازم الانسان في بعض المسائل يقولها. ما لقى حشاكم الا بيت المال باش يروح يتخبى فيه، باش يروح يهرب فيها كعرف. معناها الحالة اللي وصل لها في ذلك الوقت اللي تهجنوا يعني على ركيبيه طايح، استنى غير في رحمة ربي. هذاك اليوم انا اخذ التليفون، قال وراه الملك عايش بخط واش كان خبرنا. يعني التليفون هذاك معناه ان الجزائر ما تدخلش ما تساعدش الجماعة هذه، القضية هي بينكم انتم. هذا المعنى نتاع التليفون، لا هو تحميد بالسلامة ولا هو كعرف كما استعملوه استغلته الصحافة في ذلك الوقت، إن هو كان كما الغرقان هذاك يشد غير في القشة هذيك اللي يلقاها يشد فيها، يقول لك ربما هذه عروة كبيرة ولا حبل كبير يمنعني من الغرق. التليفون اللي كنت عملته في ذلك الليلة يعني في تلك الليلة، المعنى السياسي بتاعه أننا ما ندخلش في الشؤون الداخلية بتاعك. حاولوا إخواننا الليبيين طبعا للمزايدة السياسية، بهبروا خليني نبعث الطيارات، يضربوا القصر إلى آخره. هذا كله كان كلام فارغ، لان ما عارفينش يعني حتى فين جا القصر، وراه موجود الملك وراه موجود السخيران. لكن سياسيين كان موقف، سياسيين خذوا موقف ضد وموقف عالمي. هذه كذلك للتاريخ لازم انقلها. بعض السخيرات كانوا في وضعية سيئة للغاية، في وضعية سيئة للغاية. وقعت قضية الطائرة، لا علينا، هذه كلها مسائل داخلية حتى تعرفوا كيفاش السياسة نتاع بلادنا كانت سياسة مسؤولة، رغم أننا ننادي ونطبق الإصلاح الزراعي أو الثورة الزراعية، التسيير الاشتراكي، كذا، كل شيء من أجل الشعب. رغم هذا على كل حال وكطوار وكمناضلين ثوريين قلنا لا، ما ندخلش في ما حولنا. اتجاهلنا حتى ما يسمى بالقوات الوطنية الى حد ما، لان هما نفسهم ما عرفوش يتصرفوا، لكن ما كانش عندنا علاقة طيبة مع ما يسمى بالمعارضة. والمعارضة قلنا حتى لا نخلق اسباب جديدة ل يعني الصراع الدائم في هذه المنطقة. والمقصود من هذا كله هو ان لا تدخل يعني الحرب الباردة او شيء من الحرب الباردة او الصراعات الدولية في المنطقة نتاع المغرب العربي. هذا كل مقصود يعني استراتيجية نتاعنا كلها هي نتجنب بكل وسيلة ان تصبح المنطقة نتاعنا منطقة صراع دولي بين الكبار، ليأتي ربما الوقت اللي احنا نصبح بيادق بين يديهم. هذا هو المقصود يعني، وهذا هو المقصود، وهذا هو اللي خلانا
نعمل بعض التنازلات، بعض التنازلات من ناحية الثورية. لماذا؟ لأن الحالة على كل حال في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط رقم تعرفوها من 48، والصراعات فيها قائمة ولا تزال قائمة وستبقى قائمة. من 48 سنة 1948 من بروز القضية اليهودية أو القضية على كل حال الفلسطينية، سميوها كما تبغيو، والصراع قائم والصراع محتد ولا يزال وسيبقى ما نشعرفين بالدش من سنة في المستقبل، وأن على الأقل نجنب هذه المنطقة الغربية من البحر الأبيض المتوسط حتى تكون منطقة انتع أمن، منطقة انتع استقرار، منطقة انتع تعاون. في هذه السنوات كذلك تحركنا بقوة، اشتغلنا بقوة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي. على المستوى الداخلي نظن ماهوش هذا الوقت اللي انهاره ما نتكلمش عليه، هذه المسائل نتركها للتاريخ، نتركها للتاريخ، نتركها كل الناس اللي يعني يعرفوا يقدروا الامور كيفاش كانت بالامس، كيفاش راهي الحاله نتاع بلادنا اليوم. لكن نتكلم على المستوى العالمي، سنة 75، 65، 66، 67، حتى 68 كانت حالة صعبة بالنسبة للعمل نتاعنا في المستوى الدولي، لأن الحالة الداخلية نتاعنا نفسها كانت صعبة سيئة. الحالة الاقتصادية، الحالة المالية، الحالة النظامية، يعني كانت مراحل حقة لمراحل، يعني مرحلة صعبة ومرحلة دقيقة في حياة الثورة. لكن رغم هذا يعني بصمت وبمثابرة استطعنا في مدة، او الجزائر استطعت، الجزائر في هذه المدة ان تجمع الشروط نتاع القيام بدور هام في المستوى الدولي. وجدنا هذه الجزائر تدخل في معارك كبيرة لها علاقة بالمعارك الداخلية، مثلا معركة البترول. كل شيوخ البترول اليوم لو يقولوا باللي نحن عملنا المعركة هذه، وكل من ربع برامل نتاع البترول قال انا اللي عملت المعركة نتاع البترول، لكن ما كان ولو. المعركة الحقيقية بدأت إذا كان فيه اثنين تاع المعركة من ناحية تاريخية، بداها مصدق ضمن 52 واستمرت في الجزائر. هذه المعركة الخط يعني النضالي في ميدان البترول اللي هو قلب الموازين في هذا الميدان. أما الربيع الأخرى اللي حقت هذا الكويت والإمارات وكذا، هما راهم يحاولوا في الشركات باش يبقاو، ولكن لما يوجدوا رواحهم محكومين من ناحية سياسية قال نأمو، لكن نأمو بالكاغط ومن تحت إن نخلي لك كل شيء، وربما بعد التأمين تربح أكثر من اللي كنت أنت من هذا الواقع. يعني المعركة نتاع البترول، وإحنا أمنا يعني كنا لنا ثقة بين هذا يعني السلاح نتاع البترول هو السلاح اللي يوجع الغرب، قلنا لازم الغرب الرأسماليين هذين نضربهم في المكان اللي يوجعهم، ماهوش نستحلوا على خد وكعرف ولا نطبطب له شويه على الهداف ولازم نضربه في الضربه، يعني في المكان اللي يوجعه صحيح، والرأسمالي وين توجعه لما ضرب له في الجيب هذاك توجعه مليح. والحصه الكبيره مثل ما تعرفوا كانت ثروات طائلة راقدة يستغلوا فيها الرأسماليين، وبعض شيوخ البترول من العرب اللي ربما البعض نرجع للموضوع هذا ظلوا يهزوا في البرانس نتاعهم
ضلوا يهزوا في البرانس وضل الرباعة تسكر وتشري في الكازينوهات وتخوض لي في الغنيات يعني ديارام اترافير لوروب في الامريك والاموال في البنوك. الواقع ما كان لهم حتى وزن في هذه العملية، وانما قال مدوا الفلوس منا كعرف اذا كان مصر تكلمت قال المتضرة من الحرب مد لها شوية نتاع فلوس، مد لها 200 دولار 200 مليون دولار و 300 مليون دولار وسكت ما كعرف حط له هذيك الحجرة في فمه خليه يسكت. علاش نتكلم على قضية البترول؟ لازم نعرف كل الخبايا نتاع 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 المعركة نتاعنا. علاش نتكلم على قضية البترول؟ قضية البترول هي معركة العالم الثالث. قضية البترول وصلتنا لمعركة المواد الأولية. لأول مرة العرب أصبح عندهم قيمة. العرب المهزومين، العرب المشارقة المهزومين اللي يعني من 48 وهم ياكلوا في المطرق حتى 73، اليهود وصلوا تقريبا القاهرة كذلك. طيب لأول مرة العرب يحاربوا شوية ويعطيوا طريحة يعني قتلوا شوية نتاع اليهود، لكن في نفس الوقت اليهود كانوا على 100 كيلو من القاهرة، على 100 كيلو من القاهرة اليهود اللي كان العرب يقطعوا الشرق القناة قطعوا، اليهود جاوا قطعوا لنا الغرب القناة وجاوا مروحين للقاهرة حتى نصبحوا الأمريكان قالوا والله تحبسوا ما توصلوش للقاهرة لأن ماشيين تغرقوا لنا القضية وما بقاش الحزب. ما بقاش الحل. ربما يعني تشوفوا كيفاش ننتقل من مكان الى مكان، البترول والحرب للامور لها علاقة. اذا قضية البترول هذه المعارك اللي خذتها من الجزائر. قضية المواد الاولية، قلنا نربط البترول بالمواد الاولية، وطرحنا لأول مرة يعني الموضوع أمام العالم كله، أمام الأمم المتحدة، ولأول مرة الغربيين كانوا حقا قلقين. يا هل ترى يكون الاصطدام، يكون الصراع يحتد هذا الاصطدام، أم نوجد صيغة نتاع التفاهم؟ لأول مرة في تاريخ العلاقات الدولية الغربيين الرأسماليين يقبلوا باش يكون حوار بين العالم الثالث وبين الدول المصنعة. أقول لأول مرة في التاريخ، لأول مرة في التاريخ يقبلت، لأن معركة البترول القوة يعني نوع من 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 ميزان القوة اللي خلق هذه الجبهة اللي خلقناها صبحت حقيقة تهدد مصالح الرأسمالية العالمية، صبحت تهدد مصالح الرأسمالية العالمية. إذا لابد من رد فعل، لابد من رد فعل حاسم لوضع حد لهذا. الجزائر لعبت دور طلائعي في هذه القضية. الجزائر لما قلنا اللي كانت في يعني تضمد في الجراح نتاعها وتحل في المشاكل الداخلية الناتجة عن الحرب وغيره وتحاول باش تحسن المالية نتاعها، فإذا به نوجد هذه الجزائر في المقدمة. البترول قال أمم، ولما أممنا البترول مع الأسف لا 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 الشرقيين يعني لا أصدقائنا نتاع المعسكر الاشتراكي وقفوا معنا ولا العرب. في ذلك الوقت كان محمد رياض او محمود رياض كان وزير خارجية مصر، قال ايدونا جماعة، قال والله ماشي ما نغضبوش فراس لنسيدو جول لا رحمه الله صديق العرب. سيدو جول لا رحمه الله صديق اصبح صديق العرب، لان واحد النهار قدام 67 هذيك قبل 67 عمل واحد الكلمة، قال كلمة اللي يعتدي الاول ما يمدوش السلاح،
يعني كأنه إسرائيل في ذلك الوقت كانت محتاجة للسلاح. يا عمرت لما